تحضيرا لمنافسة الموسم الجديد، براعم وأشبال نادي الحمرية لكرة السلة يدخلون معسكرا تدريبيا بهدف بلوغ المرحلة النهائية من التحضيرات. عملنا المعسكر ده علشان بنجهز للدوري إن شاء الله، عندنا دوري كمان 20 يوم. معسكر لحد دلوقتي ناجح جدا، الأولاد مستمتعين، إن شاء الله يكونوا استفادوا حاجة من المعسكر، ونتمنى لهم يكونوا استفادوا بقدر الإمكان من المعسكر. لاعبو عنابي الكرة البرتقالية أجمعوا على الدور المهم للمعسكر التدريبي في الرفع من وتيرة الإعداد. أنا اسمي فارس عبد الله، لاعب نادي الحمرية. الحمد لله احنا اليوم مستمتعين في المعسكر، وإن شاء الله نتمنى أن نجيب نتائج حق هذا الموسم. اسمي حمد ياسر الحوتني من نادي الحمرية. نحن في المعسكر إن شاء الله في الموسم الجاي راح نفوز، ادعوا لنا. سلة الحمرية تواصل استعداداتها بكل جدية لموسم جديد يتطلع فيه البراعم والأشبال إلى دخول دائرة الأبطال.